للموجودين او الجماهير لمتابعه مباراه كره القدم، زي ما احنا شايفين كابتن محمود الخطيب، الاستاذ محمد كامل رئيس مجلس اداره شركه بريزنتيشن، والحضور الان هم يستعدون للمؤتمر الصحفي وعقد المؤتمر الصحفي الخاص والهام جدا بخصوص مباراه السوبر ما بين النادي الاهلي وفريق المصري وصيف الكاس. لعل من المهم جدا ان احنا نرجع من جديد ونحكي قصة بطولة السوبر المصري واللي بدأت في عام 2001-2002 بقرار من الاتحاد المصري لكرة القدم، وكان من المفترض ان يخوض الزمالك اللقاء امام الاهلي قبل اعتذار الاهلي بسبب الانشغال بدوري ابطال افريقيا ليلاقي الزمالك غزل المحلة وصيف كاس مصر ويفوز بأول نسخة من البطولة، فيما انسحب أيضا الزمالك من مواجهة الأهلي في البطولة ذاتها نسخة عام 2005-2006، ورشح وقتها للعب السوبر باعتباره وصيف الدوري بعدما فاز الأهلي باللقبين المحليين، وهو الأمر اللي رفضوا إدارة الزمالك ليخوض الأهلي اللقاء أمام نادي إنبي. فاز الأهلي وقتها باللقب بعد التغلب على الفريق البترولي بهدف في الوقت القاتل من المباراة لنجم الفريق المعتزل محمد أبو تريكة، وشارك النادي الأهلي ببطولة السوبر 11 مرة سابقة، فاز خلالها باللقب 9 مرات، كان آخرها الموسم قبل الماضي في المباراة والتي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد. انفرد الأهلي أيضا بنصيب الأسد في عدد مرات التتويج برصيد 9 بطولات في مقابل 3 بطولات فقط للزمالك، وبطولة واحدة لكل من المقاولون العرب وحرس الحدود. كانت أول مرة تقام فيها مباراة السوبر المصري خارج البلاد منذ انطلاق البطولة في عام 2015، حيث تواجه الأهلي والزمالك على ملعب هزاع بن زايد. أما الآن ننتقل لنقل وقائع المؤتمر الصحفي. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكل السادة الضيوف من دولة الإمارات العربية الشقيق، نرحب بالمهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، نرحب بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمهندس سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري. شرف كبير أن السوبر المصري يقام للعام الثالث على التوالي في الشقيقة العزيزة على قلوبنا جميعا دولة الإمارات العربية المتحدة. نبدأ مراسم هذا المؤتمر بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية الشقيقة. شكرا. طبعا كنا نتمنى أن يقام السوبر الإماراتي كما حدث في الموسم الماضي في مصر، ولكن طبعا لظروف خليجي 23 تم تأجيل السوبر. مرة ثانية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. We'll be right back.
كلمة لسعادة محمد بن هدام الظاهري الأمين العام الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، تفضل. تفضل يا فندم. فيش مايك عند حضرتك. اوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة المهندس هاني وريدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مهندس سمير حمدي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، سعادة محمد الثاني رئيس مجلس إدارة البرزنتيشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوة الحضور والإعلاميين. في البداية المصري بمناسبة تأهله إلى كأس العالم، ومن هنا نهني القيادة المصرية والشعب المصري وأيضا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم واللاعبين والجهاز الفني والإداري. أيضا ننقل لكم تحيات مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، متمنين لكم التوفيق في هذا المشروع. وبمناسبة هذا الحدث نود أن نشكر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي نستضيف في دولة الإمارات للمرة الثالثة، نحن سعيدين بتواجدكم عندنا، وأيضا هذا يعكس مدى التلاحم بين الشعبين والبلدين ومدى النجاحات التي تقام بينها البلدين. اليوم هذا الحدث يعكس كثير من الأمور، منها الأمور الفنية ومنها الأمور الإعلامية وأيضا على مستوى الجماهيري وأيضا على مستوى التسويقي. نحن في دولة الإمارات لإنجاح هذا الحدث بالتعاون ما بيننا من مجلس أبو ظبي الرياضي وبهذا الخصوص نحن أيضا نشكر شركة الأسوسيشن ونشكر الأستاذ محمد كامل على التعاون الدائم ما بيننا وما بينهم. الحدث إن شاء الله سيقام على استاد هزاع مزايد، آخر مرة صار عليه مباريات كأس العالم للأندية واستضاف هذا الحدث مسبقا. اليوم الإمكانيات موجودة في هذا الاستاد، الناديين المتواجدين النادي المصري والنادي الأهلي لهم قاعدة جماهيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن شاء الله بالتعاون يد بيد مع الاتحاد المصري سينجح هذا الحدث في دولة الإمارات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف شكر. طبعا قبل ما أقدم الكلمة الثانية لازم أشيد بالاتحاد المصري لكرة القدم وبما حققوا من إنجازات كبيرة جدا الفترة السابقة، بداية تحديدا من ولاية المهندس هاني أبو ريدة وتأهلنا لأمم إفريقيا بعد غياب طال 7 سنوات وكأس العالم بعد غياب طال 28 سنة، ووصلنا لنهاية أمم إفريقيا وبمشيئة الرحمن هنوصل نهاية كأس العالم إن شاء الله. ما تضحكش، مش بعيدة أبدا إن شاء الله بإذن الله. مهندس هاني أبو ريدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الفاضل الصديق السيد عارف العواني أمين عام المجلس أبو ظبي الرياضي، السيد محمد بن هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الأخ الصديق العزيز كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الأخ الصديق العزيز كابتن أمير حلبية رئيس النادي المصري، أستاذ محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن، أستاذ أحمد أبو الدهب ممثلا عن بنك سايب راعي كرة القدم المصرية وراعي الحفل، السادة الزملاء أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري، السادة الرياضيين الحاضرين، السادة الإعلاميين، الأخوة والأخوات، السيدات والسادة. الحقيقة أنا سعيد جدا النهاردة وإحنا بنلتقي للمرة الثالثة دولة الإمارات الشقيق بمسؤوليها برؤسائها بشعبها بحكومتها بيرحبوا
استضافة سوبر المصري للمرة الثالثة. والحقيقة الإمارات في تنظيمها وقدراتها التنظيمية وملاعبها وتسهيلاتها دائما سباقة في استضافة المنتخبات المصرية منذ مدة طويلة ولا يفوتني. في خلال الفترة الصعبة خلال الخمس ست سنوات الماضية كل ما كان المنتخب المصري الحقيقة بقى عنده ترتيبات عشان نعمل معسكر برفع السماعة للاتحاد الإماراتي بيرحبوا بينا وبيستضيفونا وبيعملوا المعسكر بتاعنا حتى لو في عندهم قدرات لتنظيم مباراة بيتأخروش عننا. فالحقيقة أنا بشكرهم بالنيابة عن الاتحاد المصري لكرة القدم وعن الشعب المصري كله على كرم الضيافة والاستضافة خلال السنوات الماضية. الحاجة التانية اللي أنا أحب أذكرها النهاردة أنه دولة الإمارات لما بتنظم كأس العالم للأندية الحقيقة أنا ببقى فخور جدا جدا لما أكون موجود هناك. أنا حضرت طبعا كأس العالم للأندية أكتر يمكن من 12 مرة. إنما الحقيقة لما بيكون الواحد في وسط أهله وفي وسط زملائه وفي وسط أحبائه ويبقى موجود في هذا الحدث الكبير وأشوف القدرة التنظيمية والبساطة في التعامل والبساطة في كرم الضيافة الحقيقة ببقى سعيد جدا إن أنا أكون قريب جدا من إخواتنا وأصدقائنا شعب الإمارات. وأنا بحييهم دايما على قدراتهم التنظيمية وبحييهم على الفكر العالي في استضافة الأحداث العالمية. الحقيقة احنا مش هنزايد على العلاقة القوية التي تربط بين الشعبين المصري والإماراتي سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى الحكومي. إنما كل أمل إن احنا بإذن الله خلال المرحلة الجاية في خلال قريب جدا نتكلم على الجزء المحلي إن شاء الله يبقى الجماهير كلها موجودة في الملاعب وفي تنسيق كامل. قريب إن شاء الله يبقى في ملاعبنا ترجع تاني جمهور متواجد بإذن الله. والنهاردة لما بسمع السلام الإماراتي والسلام المصري وبقول إن الدول كتيرة جدا قبل أي حدث رياضي بيبقى فيه السلام الوطني. فمن هنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله النص الثاني من الدوري مفيش مباراة هتقام في الدوري المصري قبل السلام الوطني. احنا مش أقل من دول كتيرة جدا إن في كل حدث رياضي يبقى فيه سلام وطني. وامبارح كنا يعني صدفة كنت بتكلم مع الاخ الصديق خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه وبقول له ان احنا باذن الله عايزين نزود الانتماء الوطني والحس الوطني ولانه في من الاجيال الجديده لم تعش معاناه الشعب المصري خلال ال 50 60 سنه اللي فاتوا وبالتالي احنا عاوزين نرجعهم يحسوا انه كلمه السلام الوطني دي حاجه مهمه جدا جدا. احنا بنبص على اي مباراه في البيسبول في الرجبي في الفوتبول امريكان فوتبول السلام الوطني هو الاول. فان شاء الله باذن الله الدوري المصري ما لن تقام مباراه من الدور الثاني الا السلام الوطني قبل البدايه. وده مش شعار انما ده احساس بالمسؤوليه احساس بقيمه البلد احساس بقيمه مصر ولازم يكون ده موجود عندنا كلنا. انا بشكركم مره ثانيه على الحضور وبشكر الاخوه مش عايز اقول ضيوفنا اصحاب البيت من الامارات وبشكر اخويا وصديقي الكابتن محمود الخطيب واخويا وصديقي سمير حلبية على تشريفهم النهارده وعلى بالاجهزه الفنيه وبشكر كابتن حسام وابراهيم والكابتن حسام البدري في حسامين النهارده واخونا وابني الصغير سيد عبد الحفيظ على حضورهم ومدير النادي والناس كلها متواجده الحقيقه. وبشكر كل الموجودين على الاهتمام البالغ وبشكر برزنتيشن على التنظيم الرائع وبتمنى لكم التوفيق وشكرا. شكرا جزيلا المهندس هاني ابو ريده. وطبعا دولة الامارات في غنى عن احنا نتكلم عن جمالها في كل شيء في كل شيء سواء جمال بنية ناس جمال ملاعب كل حاجة الحياة جميلة جدا في دولة الإمارات وقيادة طبعا وشعب ده أكيد. الكلمة الآن لسعادة عارف حمد العواني الأمين العام مجلس أبو ظبي الرياضي. We'll be right back.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكريم، سعادة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري، كابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي، الأستاذ سمير حلبية رئيس نادي المصري، الأستاذ محمد كامل مدير رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن، السيد محمود أبو الدهب ممثل الراعي الرسمي سايب بنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيدين نحن اليوم نتواجد معكم في الإعلان عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للسوبر المصري في ظل روابط الوثيقة والمشتركة الكبيرة ووحدة المصير اللي تجمع الإمارات ومصر. استضافة السوبر للنسخة الثالثة على التوالي في دولة الإمارات حدث مهم بالنسبة لنا نحن، بغض النظر عن الأندية اللي موجودة، لأنها تمثل عمق العلاقة اللي موجودة ما بين الشعب المصري والشعب الإماراتي. إن شاء الله الاستضافة راح تكون في تاريخ 12 يناير 2018 في استاد هزاع بن زايد، اللي أعتقد النادي الأهلي فاز فيه في أول مشاركة عندنا. وفي نفس الوقت الكل يعرف أن استاد هزاع بن زايد يتبع لنادي العين، اللي شارك فيه الكابتن حسام حسن وفاز في بطولة الدوري، فمدينة العين إن شاء الله فال على الفريقين. يعني الحدث يقام بالتعاون بالتأكيد مع شركة برزنتيشن سبورت والاتحاد المصري لكرة القدم واتحاد الإمارات العربية المتحدة، وتمثل لنا المباراة في أو البطولة في مجلس أبو ظبي الرياضي استمرار مهم لخطط استقطاب الفعاليات الرياضية العالمية المؤثرة في ظل توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبو ظبي الرياضي، والاهتمام الكبير لدعم خطط ترسيخ ريادة الإمارات والتأكيد على نهجها السامي وانفتاحها للسلام والتسامح تجاه شعوب العالم. كما تعزز الاستضافة خططنا الطموحة والمساعي الكبيرة التي غدت فيها العاصمة أبو ظبي بفضلها منصة للقاء نخبة رياضي العالم وأهم الفرق وصناع القرار الرياضي العالمي، بما يتماشى مع رؤيتنا بأن تكون أبو ظبي عاصمة عالمية للرياضة. فخورون صراحة باحتضان السوبر المصري للمرة الثالثة، لا سيما بعد النجاحات الكبيرة اللي حققتها التجربتين الماضيتين والمكتسبات المهمة، حيث التجمع الشبابي المصري والمؤازرة الجماهيرية الكبيرة على أرض الإمارات. ولا أخفيكم سر عنا، الأندية عندنا سواء كان نادي الجزيرة في استاد محمد بن زايد أو نادي العين استاد هزاع بن زايد، يتنافسون ما في بينهم البين لاستضافة البطولة كل سنة، علشان شفنا البطولة في أول سنة في استاد هزاع، السنة الماضية شفناها في استاد محمد بن زايد، والسنة هذه ترجع لي استاد هزاع بن زايد. مجلس أبو ظبي الرياضي حريص على تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق النجاح التنظيمي للبطولة والعمل على تعزيز السمعة المرموقة التي تحظى بها الفعاليات الكبرى. نيابة واسمحوا لي بالتأكيد على هامش هذه الإعلان، نحن نتكلم قليلا عن ماراثون زايد الخيري اللي راح يقام بالتعاون مع شركة برزنتيشن عندنا في نقول عندنا في القاهرة إن شاء الله في الأقصر، نيابة عن اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري. نكشف أيضا النقاب عن تنظيم النسخة الرابعة لماراثون زايد الخيري في مدينة الأقصر المصرية في جمهورية مصر يوم 19 يناير كأول حدث يقام في 2018 يتماشى مع عام زايد، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان المصرية على أن يخصص ريع الماراثون إن شاء الله في نسخته الجديدة لدعم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج مرضى السرطان بالمجان في صعيد مصر. الماراثون في نسخته الجديدة التي تقام في مدينة الأقصر في صعيد مصر يأتي في ظل التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي خص ليكون تحت شعار عام زايد احتفاء بمرور 100 عام على ميلاد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس وباني نهضة الإمارات. تنظيم النسخة الجديدة للماراثون في جمهورية مصر العربية الشقيقة يعد استكمال الرسالة الإنسانية للماراثون وتماشي مع عام زايد الذي جاء للحفاظ على إرث المؤسس ومسيرته التاريخية الحافلة بالمنجزات التنموية. جوائز الماراثون ستكون 1.5 مليون جنيه للمشاركين إن شاء الله في السباق، ويخصص الريع الخيري
والتبرعات السباق لدعم مستشفى الأورمان بالأقصر، كما سيسهم الماراثون في استكمال المرحلة الثانية والثالثة للمستشفى. ختاماً أتوجه بالشكر بالتأكيد للاتحاد المصري الشقيق لكرة القدم برئاسة سعادة ثانية بريدة لكل التعاون وكل التعاون المستمر ما بين الكرة المصرية والكرة الإماراتية، وموافقتهم من أول نسخة يمكن لاستضافة البطولات عندنا في الإمارات، واللي بالتأكيد من حضر البطولة الأولى أو الثانية شاف حجم الإقبال اللي موجود وحجم الإقبال الجماهيري اللي موجود في الإمارات للكرة المصرية، سواء كان من القائم من المقيمين في الإمارات باختلاف جنسياتهم، سواء كانوا مواطنين أو مصريين أو حتى مختلف الدول اللي موجودة وتشجع الكرة المصرية. لذا نتمنى إن شاء الله للفريقين كل التوفيق في المباراة القادمة، ونتمنى أن تكون أيضا مناسبة ثالثة أخرى للجماهير ومحبي الكرة المصرية للاستمتاع بقمة الكرة المصرية في العين إن شاء الله. وشاكر لكم الحضور مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا. من المؤكد أنه صاحب إمكانات ومهارات غير مسبوقة في كرة القدم، وأضفى المتعة الجميلة على لعبتنا الجميلة، ولا يستطيع أحد على الإطلاق أن ينسى أهدافه الرائعة. ثم تدرج في مجلس إدارة النادي الأهلي عضوا وأمين صندوق، ثم نائب رئيس، ثم حظى بأغلبية عظيمة في الانتخابات الأخيرة ليحتل مكانة رفيعة في النادي الأهلي. كابتن محمود الخطيب، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا بشكر الحضور جميعا والإخوة الأشقاء من الدولة الحبيبة علينا جميعا دولة الإمارات، لأن الحقيقة مواقفها الرياضية والسياسية مثلها مثل معظم البلاد العربية، مواقف تخلينا جميعا نطمن على الأمة العربية من خلال التكاتف والتحالف العربي اللي ممكن إن شاء الله ينهض بالأمة العربية في كل المجالات بإذن الله. فبشكرهم جميعا، وكمان بشكر كمان دولة الإمارات لأنها بتستضيف النهاردة، هي بتستضيف النسخة الثالثة من مباراة السوبر المصري. والحقيقة اللي احنا بنشوفه من تنظيم، بنشوفه من إبهار بالنسبة لي الاستادات واليسر على الجماهير، بيخلينا نحن نشكرهم مرة تانية وثالثة. كمان الاتحاد المصري لكرة القدم بهنيهم بالحمد لله الوصول لكأس العالم، وإن شاء الله دائما بإذن الله، وتكون دي بداية لتطور ملحوظ بإذن الله للكرة المصرية إن شاء الله في السنوات القادمة. الحقيقة يمكن لا شايفه برضو النهاردة من تنظيم ومن اسلوب راقي، فبشكر الشركة الراعية برزنتيشن على الاسلوب اللي انا حقيقة سعدت بيه اول ما دخلت. كمان في النهاية هي مباراة كرة قدم، ان شاء الله جميعا نسعد بيها وتقدم مستوى يليق بالكرة المصرية اداء وسلوكا ان شاء الله. بشكركم جميعا، اشوفكم على خير. شكرا. شكرا جزيلا الكابتن محمود الخطيب. طبعا سنة أولى سوبر النادي المصري، سنة أولى سوبر. طبعا أنا نسيت أقول إن احنا طبعا معنا اثنين أعظم رأسين حربة في تاريخ مصر، الكابتن الخطيب طبعا والكابتن حسام حسن، نحييه طبعا بعد إذنكم لأنه أيضا من أباطرة كرة القدم الحقيقة على مستوى العالم. الباكات ما لهمش حظ يا كابتن حسام بدري، معلش. لكن كنت باك عظيم، والكابتن سيد طبعا كان حاجة جميلة جدا. ما عندناش لعيبة كرة غير دول، ها إبراهيم حسن طبعا طبعا، لكن الكابتن إبراهيم كان أحرف شوي. لا لا، دول اتنين عظام
سنة أولى سوبر والنادي المصري العريق العظيم، ونتمنى له دايما يا رب كل توفيق، وأيضا قيادة رائعة وعظيمة الحقيقة وهادئة لسمير بيه حلبي. تفضل. السلام عليكم. والحقيقة حدث جميل النهاردة، وأنا برحب بالسادة الحضور والسادة الضيوف، مهندس زينب وليدة الاتحاد المصري، الأستاذ محمد كامل شركة برزنتيشن، كابتن محمود الخطيب، السلطة الرابعة طبعا بتظهر جمال الكرة المصرية باستمرار. النهاردة بالنسبة لنا كاس السوبر ده أول مرة بنلعبه النادي المصري، وبنلعبه مع نادي عظيم زي النادي الأهلي، فدي حاجة بالنسبة لنا احنا حاجة جميلة خالص، نتمنى انها تتكرر كل سنة ان شاء الله. الحقيقة لو اتكلمنا عن دولة الإمارات، فالجماعة في سننا كده يعرفوا دولة الإمارات الشيخ زايد، وده صاحب فضل كبير على الرياضة وعلى الزراعة وعلى مصر بصفة عامة في 30-40 سنة اللي فاتوا من دول. فأنا بحييهم وبحيي سعادة الأمين العام لدولة الإمارات وسعادة الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي. إن شاء الله بإذن الله اليوم 12/1 هيبقى يوم جميل هنحتفل بيه كلنا بإذن الله تعالى، وأشكركم جميعا. سمير بيه حلبية له رغبة ان هو يدي للكابتن او يوري الكابتن محمود الخطيب اول استاد النادي المصري. عايزين نسمع كده سمير بيه. النادي الاهلي اول مباراة بين النادي المصري والنادي الاهلي، دي صورة الاستاد ودي حضرها رئيس النادي الاهلي ورئيس النادي المصري وعضو مجلس قيادة الثورة ورئيس اتحاد كرة القدم المصري. فالحقيقة دي مفيش مناسبة أحلى من كده أن احنا الله نقدم الله الصورة الله الله هدية للنادي الأهلي. الله الله الله. حاجة جميلة جدا والله. ما انتش فاكر يا سمير بيه كان مين رئيس النادي الأهلي وقتها؟ حد فاكر؟ سنة 52 هنجيب المعلومة دي دلوقتي. والنادي المصري عارف يا كابتن حسام؟ انتوا ما كنتوش اتولدتوا لسه. كان هاف ليفت المهندس ثاني بريدة؟ طيب في النادي المصري. اوكي. الآن والحقيقة هو بنك من البنوك العظيمة وبيرعى الكرة المصرية منذ فترة طويلة، اقتناعا منه طبعا بقيمة الكرة المصرية وقيمة الدوري المصري وقيمة النجوم في الدوري المصري، وهو طبعا الأستاذ أحمد أبو الدهب رئيس مجلس إدارة بنك سيب. فضل. صباح الخير. بداية بنوجه الشكر الكبير قوي لأشقائنا وأخواتنا في دولة الإمارات، الناس اللي عمرهم ما كانوا بيتأخروا عن مصر والعلاقات الممتدة سنين مع أحفاد الشيخ زايد. بنشكركم شكرا جزيلا باسم البنك وباسم شعب مصر كله. ووجه شكرنا كمان لشركة برزنتيشن اللي قدرت أنها تحط بطولات مصر على الخريطة الدولية والعربية، وقدرت تطور في الميديا الرياضية، وأصبحت الكرة المصرية جزء من القوى الناعمة لمصر زي الفن وزي السينما، وأصبح الوطن العربي كله
من المحيط للخليج بيتابع البطولات المصرية، واحنا سعداء ان الحدوتة ما بقتش اهلي وزمالك وبس، لا الدوري بقى قوي جدا، في المصري وفي الاسماعيلي وفي الاتحاد، وده شيء بيسعدنا وبيثري المنتخب المصري. ومن هنا كان سيب رعايته لاتحاد الكرة المصرية ورعايته للكرة في مصر نابع عن ان مصر ترجع تاني لها الريادة الاعلامية سواء من الناحية الرياضية والبطولات، ونرجع تاني نتبوأ المكانة اللي تستحقها مصر. مرة تانية بشكر السادة الحضور، وبشكر اتحاد الكرة المهندس هانا بوريدة واشقائنا في الامارات والاستاذ محمد كامل، شكرا لنا. شكرا جزيلا لكل السادة طبعا المتحدثين. نتبادل الدروع ولا نشوف فيديو الأول؟ فيديو الأول يلا. برزنتيشن طبعا غنية عن البيان والتعريف، وما شاء الله حذت بثقة الجميع وجميع السادة رؤساء الأندية، وبقت العلاقات علاقات عظيمة ووطيدة، وحصل تطوير عظيم جدا في مدخول كرة القدم. بدأنا الحكاية لما كان الكابتن حسن حمدي رئيس للنادي الأهلي أعتقد بحوالي 6 أو 7 مليون جنيه، النهاردة ما شاء الله الأرقام يعني أنا ما عنديش فكرة عنها، بس حاجة عظيمة عظيمة عظيمة. أستاذ محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نشهدك أن ما أوتينا ذلك عن علم منا، الحمد لله رب العالمين. برزنتيشن النهاردة عاملين زي العيال الصغيرين اللي مستنين العيد. بالنسبة لنا السوبر من كل سنة بقى عيد خلاص، كل برزنتيشن مستنيه اللحظات اللي هنسافر فيها علشان نروح نشتغل في الايفنت الكبير ده. الايفنت اللي بدا من سنتين، عملنا النسخه الاولى وعملنا النسخه الثانيه، وبداناها في دوله احنا ما بنحسش ان احنا هناك ضيوف. بداناها مع مجلس ابو ظبي،
مع السيد أبو حمد عارف العواني ومع السيد أبو عبد الله محمد هزام، ومن ساعتها لغاية النهاردة ومجلس أبو ظبي واتحاد الكرة الإماراتي هما شركائنا في هذا الحدث الجلل، الحدث اللي احنا بنحس ان السوق كله مستنيه. احنا من اول ما بنبدأ بس الموسم يخلص الدوري الناس بتسأل السوبر فين هيتعمل ازاي، العالم كله بيسأل السوبر المصري فين السنة دي. منتج من المنتجات الكبيرة اللي حققها وعملها اتحاد الكرة، وعايز اقول ان اتحاد الكرة في اخر مزايدة كان بيفاوضنا بيقول لنا انتوا كفاية عندكم السوبر اللي اتعمل من سنتين. فخر لينا كبرزنتيشن ان احنا بنشيل علم مصر ونسافر فيه لدولتنا الامارات، وبننظم واحدة من اكبر الايفنتات. بحييكم كلكم، بحيي النادي الاهلي وبحيي النادي المصري اللي احنا فرحانين. وخلينا نبقى واضح، المصري هيلعب، طب ده مش الزمالك، لا احنا عندنا لو تشوفوا البندنج على التذاكر عامل ازاي، كل الناس في الامارات عايزين يروحوا يتفرجوا، شوفوا كابتن حسام وكابتن ابراهيم، وكالعاده يشوف النادي الاهلي في العين. بنتمنى ان شاء الله نشوف مباراه قويه، وانا بوعد زي ما وعدنا في السنتين اللي فاتوا نشوف مباراه ووجبه رياضيه دسمه جدا. هنشوف كره جميله، هنشوف ماتش يليق بالكره المصريه. مستنيينكم ان شاء الله في العين يوم 12، كل مصر هتتفرج على المباراه دي، واخواتنا واشقائنا الموجودين في الامارات واللي مسافرين برزنتيشن موفره لكم كل حاجه سواء للفرق او للجمهور، كل حاجه احنا تحت امركم فيها. هنشوف مباراه قويه جدا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا جزيلا. طبعا احنا عارفين يا جماعه انه اول سوبر اتعمل 2000 2001 للعلم بس، وده كان مفروض اهلي وزمالك. الاهلي وقتها كان عنده البطوله الافريقيه، اعتذر ودخل مكانه المحل امام الزمالك وفاز بيه نادي الزمالك، دي كانت اول بطوله. اما فيما يتعلق بعدد مرات المشاركه، النادي الاهلي شارك 11 مره في السوبر، فاز بيها 9 مرات من 11، ما شاء الله. نادي الزمالك شارك 8 مرات، فاز ب3 مرات السوبر. هنتبادل بقى دلوقتي الدروع مع السادة الحضور، الأستاذ عارف العواني إلى المهندس هاني أبو ريد. الدرع الآخر من المهندس هاني أبو ريدة للأستاذ عارف العواني. الدرع الثالث من الأستاذ عارف العواني إلى الأستاذ محمد كامل. الدرع الرابع من المهندس محمد كامل إلى الأستاذ عارف العواني. الدرع الخامس من الأستاذ محمد هزام إلى المهندس هاني أبو ريدة. الدرع السادس من المهندس هاني أبو ريدة إلى الأستاذ محمد هزام. الدرع قبل الأخير من الأستاذ محمد هزام إلى الأستاذ محمد كامل. النهارده يوم الدروع العالمي. الدرع الأخير من الأستاذ محمد كامل إلى الأستاذ محمد هزام.
لمشيئة الرحمن احنا بننتظر بإذن الله يوم رائع وجميل كالعادة، كعادة دولة الإمارات العربية الشقيق، ان هي بتقدم لنا كل التسهيلات العظيمة من جماهير لملاعب لتسهيلات لفنادق لكل شيء، شيء ممتع وعظيم. وان شاء الله نستقبل الإمارات السوبر بإذن الله العام القادم ان شاء الله. بستأذن السادة الحضور بالنزول إلى الصالة وصعود الكباتن الكبار حسام حسن، حسام البدري، إبراهيم حسن، سيد عبد الحفيظ في المنصة. طبعا بالشكر للإخوة الأشقاء من دولة الإمارات على استضافتهم لمباراة السوبر، وكالعادة طبعا يمكن كان لي حظ في العام السابق أن نحضر مباراة السوبر هناك، وطبعا بشيد طبعا بحسن التنظيم والاستضافة كالعادة من دولة الإمارات الشقيقة اللي تملي بتبقى يعني معانا في كل شيء سواء على المستوى السياسي أو الرياضي، فبشكرهم وبحييهم. في نفس الوقت تحياتي للسادة الحضور أعضاء مجلس الإدارة اتحاد الكرة المصري، السادة الإعلاميين، وطبعا بقول إن استضافة مباراة السوبر في دولة الإمارات بيضيف إيجابيات كثيرة جدا للبطولة، ويمكن من الإضافات طبعا اللي موجودة السنة دي ان يبقى موجود نادي المصري طبعا، ونبقى احنا موجودين وده شرف لينا. واتمنى ان شاء الله المباراة تبقى يعني تليق بإذن الله بالحدث وبالمستوى اللي احنا بنتمنى طبعا في ظل تأهلنا لكأس العالم، ان نقدم ان شاء الله طبعا مباراة تليق باسم مصر ان شاء الله في دورة الإمارات. وبتمنى ان شاء الله ومتأكد ان هي مباراة هتكون على المستوى الفني والمستوى الأخلاقي إن شاء الله، وجهة مشرفة لمصر كما تعودنا إن شاء الله. بتمنى إن شاء الله كل التوفيق لينا وطبعا للمصر في المباراة، لكن بأكد طبعا إن وجودنا في مباراة السوبر على العام الثاني على التوالي إن شاء الله أكيد شرف لينا، وفي نفس الوقت نتمنى إن شاء الله نكون موفقين فيها. بشكركم و شكرا. طبعا الكابتن الكبير اللي حقق نتائج رائعة في مسيرته التدريبية وآخرها طبعا مع النادي المصري، يعني حقيقة شيء رائع جدا ووضعه في مكانة أكثر من رائعة، كابتن حسام حسن. تفضل يا كابتن. بداية طبعا برحب بالسادة الحضور الإعلاميين والسادة الحضور المسؤولين عن الرياضة في مصر وفي دولة الإمارات الشقيقة، الرئيسون طبعا المسؤولين في مصر الكابتن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم المصرية، وبهنيه وبهني الكرة المصرية والشعب المصري على وصولنا كأس عالم. ثانيا طبعا برحب بالكابتن محمود الخطيب وكابتن والأستاذ سمير حلبية رئيس نادي المصري. في الحقيقة يمكن شرف ما بعده شرف ليا شخصيا والنادي المصري ان احنا نكون متواجدين، مجرد وجودنا في كأس السوبر فهو ده بطولة وإنجاز كبير على المستوى الشخصي مستوى التدريبي أو لنادي كبير زي نادي المصري. وأنا دايما بقول نادي المصري من ضمن أكبر 5 أندية موجودة في مصر مع الأهلي والزمالك المصري والإسماعيلي والاتحاد. مجرد الوصول لكأس السوبر أعتقد كان محتاج صعوبات، كان في صعوبات كبيرة جدا، والحمد لله يمكن يستحقها النادي المصري في النهاية أن يكون متواجد مع نادي كبير زي النادي الأهلي.
ومش سهل ان حد في اي نادي خاصه انديه كبيره زي النادي الاهلي والزمالك ان يصل معاهم بكاس السوبر. نادي في امكانيات على الاقل امكانيات الماديه وامكانيات البشريه في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين الموجودين في منتخب مصر في النادي الاهلي والزمالك، مجرد ان النادي المصري يكون متواجد اعتقد دي حاجه كبيره لجمهور النادي المصري وبورسعيد وعلى المستوى كاداره وكجهاز فني ولاعبين. ان شاء الله قبل البطوله ما تتلعب او كاس البطوله ما تتلعب احنا فزنا ببطوله ان احنا بتواجدنا في طرف مع نادي كبير زي النادي الاهلي، وكل اللي نتمناه ان شاء الله ان احنا نحقق اداء جيد مع نادي كبير النادي الاهلي ما يملكه من خبرات ولا وبطولات كبيره، وان شاء الله يكون عند حسن ظن الجماهير المصريه مش جمهور النادي المصري بس ان احنا نأدي مباراه تليق بالكره المصريه بعد وصولنا كاس العالم وتليق بما حققه الناديين سواء على المستوى البطولات للنادي الاهلي او الاجتهاد اللي اتعمل للنادي المصري في الفتره الاخيره. وانا سعيد جدا البطوله زادت بتزيد قيمتها لمجرد تواجدها في دولة الامارات اللي انا بحترمها وبقدرها جدا على مستوى السياسي ومستوى الرياضي. تتمنى اي نادي ان هو يصل لكاس السوبر لمجرد ان هو تتلعب في دولة الامارات. وكل تحياتي للشركة الرعاية للاستاذ محمد كامل برزنتيشن على المجهود الكبير اللي موجود والسادة الرعاة. وده مرة اخيرة برحب طبعا بالسادة الحضور الرياضيين المسؤولين في كرة القدم الإماراتية، وأشكركم إن شاء الله يكون عند حسن الظن ونقدم مباراة تليق بالكرة المصرية إن شاء الله. أشكركم جدا، شكرا. شكرا جزيلا كابتن حسام حسن. يعني فاضل لنا مع بعض حوالي 10 دقائق أو أقل قليلا، ناخد كلمة سريعة من كابتن سيد عبد الحفيظ. تفضل يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن في حاجات الواحد ما بيبقاش محضر كلمات معينه لان الحدث بيفرض نفسه. اولا سعيد جدا بتواجدي معاكم هنا، وبشكر كل المسؤولين عن التنظيم سواء كانت الاتحاد المصري لكره القدم او الشركه الراعيه واخواتنا وحبايبنا من دوله الامارات الشقيقه. يمكن مواقفها سواء كانت الرياضيه او السياسيه او حتى الاجتماعيه اعتقد ان الكل عارفها والكل بيشير ليها. في كرة القدم بتيجي بعض الاحداث او بعض الظروف او بعض الايام اللي بتزيدك مسؤولية، يعني كونها كرة قدم صحيح واللعبة المفروض ان انت بتحقق فيها هوايتك او بتطلع فيها الحاجة الحلوة اللي جواك، لكن بتبقى تحت اطار المسؤولية. السوبر المصري سوبر بطولة مهمة وبطولة قوية وبطولة بالتأكيد بيتابعها كل الناس او بيهتم بها كل الناس وخصوصا طرفي اللقاء، لكن لازم تبقى فيها مسؤولية كبيرة جدا، وخصوصا انها بتقام في الامارات. اتمنى من الجميع ان هو باذن الله يكون هي كوره وهي منافسه، لكن زي ما انا قلت فيها اطار المسؤوليه. متاكد من الحته التنظيميه، ما عنديش شك في كده، متاكد انها تخرج بصوره رائعه جدا تليق باسم ومكانه المكان اللي هيستضيفها، لكن كمان ان شاء الرحمن هتليق باسم ومكانه الناديين، هتليق باسم ومكانه الكره المصريه. هتبقى رايحين نعبر عن نفسنا، رايحين نعبر عن أدائنا وسلوكياتنا وأخلاقنا وكمان صورتنا قدام كل العالم العربي بل كل العالم بشكل أجمع. يعني إن شاء الله الرحمن بإذن الله هتطلع بشكل كويس على المستوى الفني والسلوكي والأخلاقي بإذن الله تعالى. برحب مرة تانية وتالتة وبشكر كل القائمين على تنظيم المؤتمر ده، وما عنديش شك أبدا إن شاء الله الرحمن بإذن الله أنها تطلع بصورة بإذن الله تليق بالكرة المصرية وسمعتها ومكانتها بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا كابتن سيد عبد الحفيظ. اخر الكلمات وختامها مسك كابتن رميم حسن. اتفضل يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تحياتي طبعا للناس الموجوده سواء الاعلاميين سواء طبعا اتحاد الكوره كابتن هاني بوريدا شركة الراعي برزنتيشن
بشكرهم طبعا على المؤتمر الجميل المحترم اللي يليق باسم مصر وباسم الكرة المصرية. انا احب اقول ان شاء الله اتمنى باذن الله ان احنا والنادي الاهلي، النادي الاهلي نادي كبير ونادي عريق ببطولاته بجماهيره، والنادي المصري كبير بتاريخه، فان شاء الله يعني اتمنى باذن الله ان احنا نمثل مصر، النادي المصري والنادي الاهلي خير تمثيل يشرف الكرة المصرية. واين كان النتيجة هي في مصلحة واحدة بتصب في مصلحة مصر، بس اهم حاجة ان شاء الله ان احنا نأدي الشكل كويس ونأدي بروح كويسة، ونتمنى ان شاء الله كنا نتمنى ان شاء الله نبقى موجودين للموسم اللي جاي، بس طبعا خروجنا من كاس مصر هيحرمنا من الشرف ده. وطبعا الواحد سعيد جدا بدولة الامارات، وكل اي انسان بيسعد ان يبقى موجود في اي مناسبة في دولة الامارات، وبشكرهم على استضافة السوبر المصري لتالت سنة على التوالي، وان شاء الله نوعد جماهير مصر ونوعد جماهيرنا باذن الله يبقى في اداء قوي للنادي المصري بصفة خاصة، وان شاء الله نحقق حاجة كويسة جدا نفرح فيها جمهور بورسعيد، وكل التقدير والاحترام للنادي الاهلي بتاريخه. متشكر جدا، شكرا. ويمكن الكابتن ابراهيم قال حرمنا من السوبر القادم باعتباره خرج من الكاس، لكن لسه الدوري عندك، ما زال الدوري موجود وفي منافسه ان شاء الله قويه جدا باذن الله. هنشوف اخر حاجه قبل ما نفتح مجال الاسئله، فيلم تنظيمي عن هذه المباراه وهذه البطوله. كروي رائع 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 في الامارات. كهربا هوب عبد الله السعيد خطيره هوب والهدف خطيره والهدف حسام جالي هوب يا نهار ابيض. للمرة الثالثة على التوالي تنظم بريزنتيشن سبورتس راعي الاتحاد المصري لكرة القدم بالتعاون مع مجلس أبو ظبي الرياضي والاتحاد الإماراتي لكرة القدم سيب إيجيبشن سوبر كاب في الإمارات بين فريقي الأهلي والمصري. تقام المباراة هذه المرة على استاد هزاع بن زايد في العين، وذلك بعدما أقيمت في المرة الثانية على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي وفاز بها الزمالك، وأقيمت في المرة الأولى على استاد هزاع بن زايد والتي فاز بها النادي الأهلي. يمكن للراغبين في حضور المباراة حجزها أونلاين عبر موقع www.ticketmaster.com. بالإضافة للدرجات المعروفة الأولى والثانية والثالثة، توجد درجات مميزة هي بوكسز، لاونج، كلاب تيراس، حيث سيتم تقديم خدمات الضيافة فيها. القادمون من مدينة دبي يمكنهم الوصول للاستاد عبر طريق دبي العين، لذلك القادمون من مدينة أبو ظبي يمكنهم الوصول عبر طريق أبو ظبي العين. يتسع الاستاد ل 22,000 متفرج، وملحق بالاستاد ساحات باركينج للجمهور. سيتواجد مجموعة من المتطوعين الذين ستكون مهمتهم هي تنظيم وصول الجماهير إلى أماكنها ومساعدة أصحاب الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة. كما سيتم تخصيص نقاط إسعافات أولية للتعامل مع أي طوارئ طبية للجمهور. يذكر أن جميع الأطراف تعمل على إخراج المباراة بالشكل الذي يليق بالبلدين الشقيقين وتحقيق أقصى متعة للجمهور. دلوقتي نفتح مجال للأسئلة، اللي حابب يوجه أي أسئلة للكباتن الكبار يتفضل. يلا عندنا مايك يا جماعة، شريف يلا ثانية واحدة هجيب لك المايك حالا. هناخد خمس أسئلة يا جماعة، اتفضل يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد ابو عوف النيل للرياضه. يمكن سؤالي للكابتن حسام حسن،
يمكن واضح في المباريات الأخيرة أنه محتاج بعض من التدعيمات في بعض المراكز. يعني أعتقد أن فترة الانتقالات التي تبتدي في يناير إن شاء الله تكون فرصة كويسة للنادي المصري وكابتن حسام حسن أنه يعني يضيف مزيد من التدعيمات ومزيد من المراكز اللي هي محتاجها إن شاء الله في الفترة القادمة. فبالتأكيد الانتقالات الشتوية هتكون فرصة كويسة للكابتن حسام. يا ريت يقول لنا مثلا إيه المراكز اللي النادي المصري محتاج أنه يدعمها، أو إيه رؤيته للفترة القادمة إن شاء الله عشان يكون مستوى النادي المصري في المباراة بإذن الله يعني في مستوى أفضل من المباراة اللي شفناها في الفترة الأخيرة. شكرا. برحب بحضرتك، سؤال مهم جدا، وإن شاء الله بمساعدة، احنا بنسعى ومساعدة طبعا مجلس الإدارة الأستاذ سمير حلبية وأعضاء مجلس الإدارة، إن احنا بنسابق الوقت في خاصة لمشوارنا في الدوري، وفاضل ماتشين من الدور الأولاني، والمباراة المهمة اللي هي كأس السوبر، لأن أنا بعتبر كأس السوبر ثلاث بطولات في بعض، يمثل كأس الدوري عام، يمثل كأس مصر، ثم بطولة السوبر. فالبطولة مهمة، مهمة جدا يعني، ولكن زي ما قلت في الكلمة اللي أنا قلتها، إن تواجدنا دي بطولة، وبغض النظر إن إحنا بنلعب منافس قوي، فبالتالي البطولة محتاجة تدعيم، وزي ما قلت تاني إحنا بنشارك في المباراة، نادي المصري ولا لاعب دولي، نادي المصري نادي الأهلي عنده لعيبة كلها الموجودين دوليين، عندهم خبرات كبيرة حتى الأجانب الموجودين، فبالتالي الفوارق اللي إحنا نعملها إن شاء الله، اللي حاول نقلل الفوارق، إن بالطريقة والشغل بتاعنا، سواء الشغل التكتيك اللي إحنا نشتغل بيه، الشغل الفني، الشغل على اللعيبة، الإمكانيات اللي موجودة بالنسبة لي، والمنافس بالنسبه لي، ان انا اقدر ان انا اتعامل مع كل الظروف اللي موجوده من الناحيه الفنيه. فان شاء الله بالنسبه للتدعيم احنا بنحاول، لكن لازم اقول للناس وحضراتكم كلكم عندكم خبرات كبيره، النادي المصري مش اول اختيار للاعبين في مصر. النادي المصري اللاعبين اللي موجودين اختياراتهم في من فتره اللي فاتت، خاصه خمس ست سنين اللي فاتوا، اختيار يعني للاعب اختيار بعيد، يعني بعد الاهلي والزمالك وسموحه والمقاصه وانبي ودجله، فبالتالي بتصعب الامور علينا، زائد ان بعض الفتره دي ولا صعب ان اللعيبه الانديه اللي موجوده ان هي تسيب لعيبتها، اللعيبه اللي هي اللي قد تساعد نادي المصري في مشواره اللي جاي، ولكن احنا بنسعى ونتمنى ان يبقى في تعاون بيننا وبين الانديه اللي احنا بنتفاوض معاها على بعض اللاعبين، لكن في النهايه ان شاء الله انا عندي ثقه في اللاعبين اللي موجودين عندي، وبغض النظر عن المراكز اللي حضرتك سالت عليها، يعني انا محتاج تدعيم في مراكز معينه، لكن دي سببت في بعض النتائج السلبيه. انا مش بقول نتائج سلبيه، طبيعي جدا، النادي الاهلي نادي كبير، ونادي الزمالك، كل الانديه وحتى في العالم كله في ناس بتتعادل وتخسر، فمفيش مشاكل خالص، لكن احنا تواجدنا موجودين في الثلاث فرق الاولانيين او في الفرق المقدمه، فده انا بقول ان هو حاجه كبيره جدا وانجاز كبير جدا في ظل الفوارق الكبيره بيننا وبين الانديه اللي فوقينا واللي تحتينا من امكانيات اللاعبين الموجوده، لكن انا كل ثقه في الاستاذ سمير حلبية واعضاء مجلس الاداره في التدعيم في السريع في خلال الايام اللي جايه ان شاء الله. شكرا. جاي لك تدعيم قريب قوي، جاي لك تدعيم قريب قوي، مش كده سمير بيه؟ ان شاء الله باذن الله. يلا السؤال الثاني يا جماعه، يلا اتفضل. المايك هنا الاستاذ ابراهيم. اتفضل يلا. اولا بنشكر الاتحاد المصري وبنرحب بالاخوه الاماراتيين وشركه برزنتيشن. الحقيقه النهارده انا حسيت ان في اول مره احضر مؤتمر عالمي بالدرجه الاولى ومنظم، وباختصار الامارات مش غريبه عليها لان انا حتى ما شفتهاش، لكن اسمع عنها كل خير. ونخش في السؤال الفني، كابتن حسام البدري، الاهلي نادي بطولات وانت دخلت اكتر من بطوله، لكن البطوله اللي جايه دي ان شاء الله يوم 12 مش سهله، صعبه، وانت عارف ان اخر ماتشين ثلاثه النادي الاهلي المستوى ما كانش هو،
وانت صرحت وقلت انك انت بتجهز وبتستعد وبتعمل تغييرات وكده، ولكن في بالك السوبر المصري، ايه الجديد وهل في تغيير في بعض النجوم؟ وانت قلت في مؤتمر في شاب من النادي الاهلي صغير هيبقى مفاجاه، كلمنا عن الحتتين دول. شكرا. بريم نصار، صوت الرياضه. شكرا. يعني اكيد اكيد بقول زي ما قلت في كلمتي، طبعا مباراه السوبر مباراه مهمه، وفي نفس الوقت احنا لسه طبعا متبقي عندنا اربع مباريات، والاربع مباريات دول بيبقوا تركيزنا فيهم كبير طبعا، ان بطوله الدوري برضو مهمه بالنسبه لنا، لكن هيبقى جزء منها طبعا برضو تحضير لمباراه السوبر، لان احنا عندنا زي ما احنا عارفين يمكن في بعض العناصر اللي غابت للاصابات الفتره اللي فاتت، وان شاء الله هي في كذا عنصر جاهز ان شاء الله، نتمنى ان باذن الله نستخدمهم بشكل كويس اولا في المباريات المتوقعه لينا في الدوري العام، لان ده هدف طبعا كبير بالنسبه لنا، وفي نفس الوقت نصل بيهم لدرجه ان شاء الله جاهزيتهم تبقى فعاله باذن الله لمباراه السوبر. فيعني هي يعني كل مرحله بمرحلتها، لكن اكيد بنفكر في مباراه السوبر بنستعد لها من دلوقتي. حته انا قلت ان في واحد صغير، انا مش متذكر ان انا قلت كده يعني الشباب عندنا كتير وان شاء الله كلهم يبقوا مفاجاه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. استاذ ايهاب الخطيب اتفضل. استاذ معايا يا جماعه في الدفاع، في الدفاع بيتمرن اللي اتكلمنا عليه، بيتمرن معانا محمد، بيتمرن معانا وان شاء الله باذن الله ربنا يسهل، لكن كل حاجه طبعا بتوقيتاتها وحساباتها ان شاء الله. شكرا. تحياتي للحضور، تحياتي للجنرال الاعلام كابتن مدحت شلبي حبيب. احمد عبود باشا كان رئيس النادي الاهلي سنه 52، عبد الرحمن باشا كان رئيس النادي المصري سنه 52. سؤالي للكابتن عبد الرحمن لطفي باشا بالزبط. النادي المصري واحمد عبود باشا أيوة. النادي الاهلي 52 والثاني اللي هو عبد الرحمن باشا لطفي من 40 ل 64. شكرا طول عمرك يا استاذ. شكرا يا كابتن. اتفضل. طبعا تحياتي لكل الحضور، تحياتي لشركه بريزنتيشن، في رسائل قويه جدا في الرياضه المصريه على المستوى الانساني والاخلاقي والسياسي والجماهيري، من حقيقه تحيه كبيره جدا. النهارده المؤتمر ليه رسائل كبيره جدا، رساله وصلت لكل المصريين ووصلت لكل الرياضيين. ليه؟ سؤالي الاولاني للاستاذ محمد كامل، ليه للسنه الثالثه على التوالي للامارات واحنا مبسوطين اساسا؟ كابتن حسام بدري، كابتن ابراهيم حسن، اثنين حماسيين جدا في الملعب، ان شاء الله يكون حماس بروح رياضيه في السوبر ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله. هو ليه النسخه الثالثه؟ انا ما اعرفش هل الرابعه والخامسه هيبقوا برضو في الامارات ولا لا، انا اعتقد كده. احنا مش عايز احكي لك، احنا واعتقد ايهاب انت جيت معانا في دوله الامارات، الناس شايليننا من على الارض، احنا ما بنحسش بغربه خالص. الناديين انا اعتقد ان هم يحسوا بان هم بيلعبوا في القاهره. الامكانيات اللي وضعها دوله الامارات، مجلس ابو ظبي واتحاد الكره الاماراتي تحت ايدينا في التنظيم عالي جدا. اعتقد احنا ان شاء الله هنشوف ماتش هايل جدا. موضوع انه ليه في النسخه الثالثه، يعني مش هينفع في المؤتمر ده بس، ان ممكن اقعد احكي كده ساعتين ثلاثه عن دوله الامارات، لكن هو ان شاء الله اعتقد زي ما انت قلت يا ايهاب هنشوف مباراه قويه جدا طعمها حلو، كره جميله ان شاء الله، ونستمتع كلنا باسم الكره المصريه ان شاء الله. يلا اخر سؤالين يا جماعه. عبد الحميد جلال، مدير تحرير موقع رياضه 24. سؤالي موجه للكابتن حسام البدري، هو السؤال ليه شقين. الشق الاولاني، هل هيبقى في تدعيم او صفقات هيبرمها قبل السوبر، خاصه ان فتره الانتقالات الشتويه هتبدا في يناير؟ السؤال الثاني او نفس الحاجه، يعني الكابتن حسام البدري خاض لقائين سوبر وما كانش موفق فيهم، فهل البطوله الثالثه بالنسبه له هتمثل تحدي ولا بياخدها ازاي؟ اولا بالنسبه للتدعيمات، اكيد يعني بغض النظر عن مباراه السوبر، هي مرحله منطقيه ان في يناير بيبقى في تغييرات طبقا طبعا لاعتبارات كثيره جدا. فيمكن كان عندنا اجتماع امبارح في لجنه الكره وناقشنا بعض الامور، لكن لسه تتبلور يعني في المرحله الجايه ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله اللي على يناير يكون في تغيير بعض التغييرات اللي احنا طالبينها ان شاء الله. زي ما انت قلت، انا خدت مباراه سوبر كنت موفق، لكن في مباراه سوبر خدت بطوله السوبر قبل كده انا برضو،
فان شاء الله نتمنى ان احنا نبقى موفقين باذن الله في المباراه اللي جايه ان شاء الله. واهم من كده ان هي مباراه تليق بينا ان شاء الله، وانا متاكد ان شاء الله ان هتليق اولا بالكره المصريه وتليق باسم الناديين سواء النادي الاهلي او النادي المصري ان شاء الله. اخر سؤال يا جماعه، اتفضل. اسال انا بقى يا كابتن بقى طالما احمد درويش. في البدايه طبعا عايز اقول ان لهذه قوه المباراه وجود جهاز فني كبير على قياده النادي الاهلي كابتن حسام البدري، الناحيه الثانيه كابتن حسام حسن. عايز اوجه سؤال للاستاذ محمد كامل رئيس شركه برزنتيشن. عايز اقول ان عايزين نتكلم شويه عن تفاصيل المباراه. احنا عايزين نعرف ايه المفاجات اللي محضرها شركه برزنتيشن للجمهور المصري ولينا كاعلاميين كل المتابعين المباراه. ثاني حاجه عايزين نشوف سوبر مصري بنفس الامكانيات ونفس الروعه دي على ارض مصريه، خصوصا ان الظروف اتغيرت دلوقتي والافضل قادم احسن يعني. وتالت حاجه موضوع الحكم، هل هيكون هو حكم اماراتي ولا حكم اجنبي ولا حكم مصري؟ لازم نتكلم في التفاصيل دي. نشكرك يا عمر. الجزئيه الاخيره، الحكم ان شاء الله حكم اماراتي مع السيد محمد هزام، هنحدده ان شاء الله في المؤتمر الفني الاخير. بالنسبه نشوفه في مصر ان شاء الله، هنشوفه في مصر مع عوده الجماهير، والمهندس هاني ابو ريده يمكن يتكلم في موضوع عوده الجماهير. واعتقد ان شاء الله مع اول عوده للجماهير هنشوف ان شاء الله سوبر مصري على ارض مصر، ونشوف نهائي كاس مصر على ارض مصر، ونشوف ماتشات دوري فيها جمهور. احنا بس مباراه السوبر هي ليها طابع اخر مختلف، وهي مباراه تسويقية أكتر. لو أنت شفت كل العالم بيخرج بماتشات السوبر بره علشان يسوق الكورة بتاعته بره، السوبر الإيطالي بره، السوبر السعودي بره، الأسباني هيطلع من السنة اللي بعد الجاية. فهي خطة متكاملة لماتش بروتوكولي زي ماتش السوبر بيتسوق بره مصر، لكن ان شاء الله مع عوده الجماهير ممكن نشوفه في مصر. احنا في مصر عندنا امكانيات تنظيميه عاليه جدا، وعندنا استادات وبنيه اساسيه قويه جدا، لكن لظروف معينه كلنا عارفينها اعتقد الفترة الجاية ان شاء الله يتغير منها حاجات كتير. بالنسبة اول حاجة يا احمد، المفاجآت او المفاجآت دلوقتي يعني احكي لا ان شاء الله ان شاء الله احنا عاملين شكل جديد في المباراه، هنشوف اشكال مختلفه في البث الفضائي، عندنا شويه مفاجات الناس تستمتع بيها. كل اللي احنا بنوعد بيه الناس ان يوم الجمعه ده يوم 12 ما حدش يروح في اي حته، كله يقعد يتفرج على التلفزيونات او كله يسافر يروح الامارات يتفرج. احنا من ناحيتنا هنعمل الشغل بتاعنا كله، وان شاء الله اللعيبه تعمل اللي عليها نمتع. ده انا يمكن السوبر مش اللي فات اللي قبليه كانت مراتي بتسالني بتقول لي يعني انت نتيجه ايه اللي عجباك؟ طبعا انا بشجع فرقه من فرق يعني، بس مش هنقول. لكن كنت دايما اقول لها انا عايز اجوان، عايزين يشوف اجوان كتير في الماتش. الماتشات دي بتبقى بجمالها، وفعلا اول ماتش كان فيه اجوان كتير جدا. ان شاء الله المره دي نشوف اجوان ونشوف كوره جميله، وانا متاكد من كابتن حسام البدري وكابتن حسام حسن هيعملوا لنا ماتش يليق بسمعه الكره المصريه. المفاجات اوعدك بيها ان شاء الله، والدنيا تبقى هايله ان شاء الله. كابتن حسام حسن شاور حابب يضيف حاجه، اتفضل يا كابتن. بسم الله. يعني انا مش شايف مدى اهتمام الساده الاعلاميين بالتدعيم، يعني انا مش يعني انا ببص كده وانا مريم بضحك ان النادي الاهلي. السؤال للكابتن حسام كابتن حسام البدري، التدعيم مدى اهميه التدعيم لنادي الاهلي، فانا يعني بضحك. وانا عندي افريقيا، فانا شايف يعني التدعيم ده حاجه مهمه جدا للنادي الاهلي. شوف النادي الاهلي الكبير عنده منتخب مصر اللي وصل كاس عالم، فانا يعني انا بشفق على نفسي وبشفق، لكن انا سعيد جدا ان انا دايما بتحط في مواقف انا وجهازي ومع الاداره ومع الجماهير الطيبين في بورسعيد ان احنا بنفحت في البحر مش في صخر. البحر طبعا مهما تفحت مش هيحصل ولا كان حاجه حصل، لكن انا سعيد ان احنا ومتفائل جدا ان انا في ظل عدم مش ضامن التدعيم اللي موجود ولا حتى اللعيبه اللي موجوده، انا عندي ثقه فيهم كبيره، وحاسس ان احنا ان شاء الله نقدم مفاجاه كبيره، ان احنا نقدم اداء جيد جدا، وان شاء الله الفوز بتاع من عند ربنا. ولكن في النهايه زي ما قلت وصلنا مع النادي الاهلي الكبير العظيم، فدي مكانه كبيره جدا، ولكن
مصر ان انا اتمسك بحقنا الشرعي ان شاء الله ان احنا نقدم مباراه كبيره في ظل التدعيم الكبير لنادي الاهلي ان شاء الله. شكرا. يعني هو من حسن الطالع ان الاثنين كوتشات حسام وحسام، فزي ما الشاعر قال يعني جرت حسامك من غمده فليس له بعد ان يغمده، مؤكد كل واحد في الحسامين هيشهر سيفه الفني في هذه المباراه حتى تخرج في النهايه بالمتعه الجميله، وزي ما الكباتن اتكلموا قبل كده وقالوا في اطار من المحبه والاخلاق الحميده عشان يكونوا سفراء فوق العاده ان شاء الله لمصرنا الجميله في دولة الامارات العربية الشقيقة. بشكركم جميعا جدا جدا جدا، بشكر الكباتن الكبار، والى اللقاء باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعنا كان هذا هو المؤتمر الخاص بالكشف عن تفاصيل تنظيم مباراة السوبر ما بين النادي الأهلي بطل الدوري والكاس ووصيف الكاس نادي المصري، المؤتمر الصحفي والذي عقدته شركة بريزنتيشن الراعي الرسمي لقناة نادي الأهلي والكرة المصرية. بدأ المؤتمر الصحفي بتحية السلام أكيد دولتي مصر والإمارات، ومن ثم افتتح أمين عام الاتحاد الإماراتي لكرة القدم سعادة محمد بن هزام الكلمات، حيث بدأها بشكر شركة بريزنتيشن والاتحاد المصري لكرة القدم للتعاون الدائم بين الاتحاد الإماراتي لكرة القدم وشركة بريزنتيشن الاتحاد المصري في تقديم دائما مباراة السوبر منذ 3 سنوات وحتى اليوم في أبهى صورة. تلتها كلمة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث شكر كل من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أيضا ومجلس أبو ظبي الرياضي للتعاون الدائم واستضافة هذه البطولة على مدار 3 سنوات وتنظيمها على أعلى مستوى، كما وعد أيضا بعودة الجماهير المصرية للملاعب في أقرب وقت ممكن. أيضا كانت من بين أهم الكلمات كلمة سعادة عارف حامد العواني الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي، والذي اعتبر استضافة السوبر للنسخة لسنة الثالثة دليل على العلاقة الوثيقة والوطيدة بين دولتي مصر والإمارات، وأكيد كان من أهم ما حدث هي الإعلان عن ماراثون الشيخ زايد والذي تم الإعلان عنه والذي سيقام في مدينة الأقصر في الصعيد المصري، وسيذهب ريع هذا الماراثون الخيري لمستشفى الأرمان لعلاج مرضى السرطان. أعلن عن ماراثون زايد الخيري أيضا السيد عارف حامد العواني الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي، والذي أعلن أن هذا الماراثون سيكون بالشراكة بين مجلس أبو ظبي الرياضي وشركة بريزنتيشن أيضا، وبتوجيهات خاصة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. أما الآن فننتقل لزميل محمد السعيد مراسل قناة النادي الأهلي من مقر المؤتمر. محمد إليك. فيروز، عقب وقائع المؤتمر الصحفي وتحديد ملامح مباراة السوبر للعام الثالث على التوالي في دورة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، طبعا مباراة هامة جدا بين الطرفين الأهلي والمصري، لكن في هذه اللحظات معي سعادة محمد بن هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وهنتكلم عن الجوانب الفنية بما أن الاتحاد الإماراتي بالتأكيد المباراة تقام على دورة الأرض دولة الإمارات. فبالطبع سعادة محمد برحب بيك على شاشة قناة الأهلي، وبالطبع مباراة هامة جدا، لكن الاتحاد الإماراتي أعتقد لديه برضو استعدادات وإجراءات خاصة بتنظيم هذه المباراة. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم، مساء الخير على المشاهدين جميعا. نحن سعيدين بتواجدنا في جمهورية مصر العربية للإعلان عن تفاصيل السوبر المصري بدولة الإمارات. مثل ما أنت عارف أن اليوم السوبر المصري سيقام للمرة الثالثة في دولة الإمارات، حقق نجاحات كبرى. في 2015 أقام على استاد هزاع بن زايد، في 2017 أقام على استاد محمد بن زايد،
في إمارة أبو ظبي، واليوم نرجع مرة ثانية إلى استاد هزاع بن زايد في مدينة العين. المباراة ستقام الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات، 7 بتوقيت القاهرة. الملعب يسع إلى 25,000 متفرج، الملعب تحفة معمارية بدولة الإمارات، ملعب كبير إمكانيات كبيرة فيه. اليوم شفت يمكن أيضا الكاتيجوريز للتذاكر معروضة على الشاشة ومن خلال الفيديو اللي صار في المؤتمر الصحفي. هناك فريق عمل كبير متواجد في دولة الإمارات لتنظيم هذا الحدث، سواء كان للجماهير من الدخول والخروج، أماكن المواقف للسيارات أو الباصات، أيضا المواصلات المتوفرة من خلال المطار من وإلى. أشكر أيضا الاتحاد المصري لتعاونه بهذا الخصوص وشركة برزنتيشن. هناك أيضا فريق عمل من الاتحاد المصري وشركة برزنتيشن موجود في الإمارات لتذليل الصعاب، سواء كان للفريقين أو سواء كان للجماهير. يمكن السؤال تردد للكل، هل يكون هناك طاقم حكام إماراتي؟ نعم سيكون هناك طاقم حكام إماراتي، أتى هذا بالاتفاق مع الاتحاد المصري، إن شاء الله سنعلن عنهم في الأيام القادمة. هل سيتم اجتماع تنسيقي بين الاتحاد المصري والاتحاد الإماراتي تحديدا على المستوى لجان الحكام لتحديد الحكم الإماراتي، أم الاختيار سيكون من الجانب الإماراتي، خاصة سيكون بالطبع حكم دولي وهناك حكام متميزين في القارة الأسيوية تحديدا من الإمارات؟ أنا أعتقد الاتحاد المصري كله ثقة في الاتحاد الإماراتي باختيار الحكام المناسبين. الحكام المتواجدين هناك أو عندنا الحكام المتواجدين بدولة الإمارات العربية المتحدة سبقوا أن حكموا مباريات دولية عدة، وشاركوا في أيضا مسابقات سواء قاريا أو دوليا. إن شاء الله أنا أقول التعاون أو المشترك ما بيننا ما بينهم سيكون على مستوى التنظيم والأمور الفنية الأخرى. بالطبع بنتمنى التوفيق للإمارات الشقيقة في بطولة خليج اللي بتقام حاليا، ولولا إقامة هذه البطولة في هذا التوقيت لكان أقيم السوبر الإماراتي في مصر خلال الأيام القادمة للعام الثاني على التوالي. طبعا قيمة كبيرة، نحن فخورين أول شيء بتواجدنا في مصر. النسخة الأخيرة لعبتني، والنسخة هذه كنا نتمنى نلعبها في الوقت نفسه. اختيار الوقت كان مناسب جدا، لأن اليوم هذا الوقت يصادف إجازات عندنا في دولة الإمارات، سواء كان على العمل أو سواء كان إجازات المدارس، لكن لحسن الحظ صارت بطولة الخليج في هذا الوقت. لكن نحن مصرين أن نلعب في مصر، إن شاء الله السنة القادمة نلعب في مصر، وأيضا لها قيمة كبيرة سواء إعلاميا جماهيريا فنيا وأيضا على مستوى التسويق. الجماهير المصرية دائما تتحفنا في الملعب ويسعدنا تواجدها. بالتوفيق للإمارات، دائما أشقاء وبنسعد بالتواجد في الإمارات خلال العامين الماضيين، وبالتأكيد دائما أشقاء، وبالتوفيق يا رب للإمارات في بطولة خليج، ونرى سوبر يليق بالناديين تحديدا في ملعب هزاع بن زايد بإذن الله، والله يوفق الفريقين. ونتمنى بس الجماهير يتواجدون سواء كان من جمهورية مصر ومتواجدين ومقيمين في دولة الإمارات أو سواء كان اللي بيطيرون، ونتمنى نشوف الملعب ممتلئ. شكرا. إذن ده كان لقاءنا مع سعادة محمد بن هزام الظاهري، طبعا الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم. وفي هذه اللحظات أو في هذا التوقيت الاتحاد الإماراتي بالطبع كله بيتابع مباريات دولة الإمارات العربية المتحدة في بطولة خليج التي تقام في هذه الأيام في الكويت. نتمنى لهم التوفيق، وبالطبع خلال هذه الفترة هم بيستعدوا استعداد خاص أيضا على الجانب الثاني بالنسبة لمباراة السوبر التي ستقام بإذن الله يوم الثاني عشر من شهر يناير المقبل. بعد لحظات بإذن الله سيكون معنا لقاء مع سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي، وبالطبع سيتحدث معنا عن إقامة ماراثون زايد الخيري. هذه المرة سيقام في مدينة الأقصر المدينة السياحية الجميلة، وبالطبع ماراثون زايد الخيري من الأحداث والإيفنتات الرياضية الهامة جدا. سعادة عارف برحب بيك، طبعا الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي، سعداء بتواجدك معنا على شاشة قناة الأهلي في هذه اللحظات. بالتأكيد سعيدين بالتواجد في القناة اللي نادي كبير ولا أهمية كبيرة على مستوى العالم، مش فقط على المستوى العربي أو المصري. مجلس أبو ظبي الرياضي دائما لي تواجد دائما في الأحداث الرياضية، سواء الأحداث الإماراتية الرياضية أو الأحداث المصرية الإماراتية. إعلان حضرتك عن خبر أسعد الجميع، إقامة ماراثون زايد الخيري في مدينة الأقصر بالتعاون مع بعض الجهات المصرية خلال الفترة القادمة، طبعا ده شيء يحسب للجانب الإماراتي مع الجانب المصري في هذه الأيام.
شوف بالتأكيد اليوم العلاقة ما بين دولة الإمارات وجمهورية مصر علاقة تاريخية بناها المؤسسين، بناها الله يرحمه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه على مدار سنوات تأسيس الإمارات، والمؤسسين ساهموا في بناء دولة الإمارات، فبالتالي العلاقة يعني مو مستغربة أن تكون علاقة على المستوى الرياضي مثل ما كانت على المستوى السياسي أو على المستوى الاجتماعي. ففي كل نواحي الحياة الحمد لله في دائما علاقة مميزة ما بين الإمارات وما بين مصر. بالنسبة للجانب الرياضي بالتأكيد مجلس أبوظبي يعمل في ظل إطار التوجه العام لدولة الإمارات بأن يكون دائما تعاون ما بيننا وما بين الأخوة في مصر، لأن التعاون هذا يكون دائما في صالح الطرفين وفي نجاح للطرفين وتحقيق أهداف الطرفين. وبالتالي اليوم وجود السوبر المصري للمرة الثالثة في الإمارات لأنه حقق نجاح كان رهان صعب في بدايته في أول سنة، ولكن الحمد لله بجهود القائمين بجهود الأخوة يعني، وأشكر بالتأكيد أخوي بداية أسامة الشيخ اللي بدأ في فكرة أنها تكون موجودة مع الأخوة في أون سبورت، نجاح كبير لمشاركة الأهلي المصري من سنة الأولى، زمالك، القائمين في شركة برزنتيشن، الإعلام المصري صراحة اللي كان طرف أصيل في عملية أن هالنجاح يكون موجود، فهذا اللي خلانا نحن اليوم نحاول دائما باختلاف منو ما يكون في السوبر، ولكن نحاول أن نحن ننافس ونقنع الشركة أصحاب الحقوق والاتحاد المصري أن نحن نستضيف البطولة. اليوم وجود النادي الأهلي للمرة الثالثة على التوالي هذا نجاح كبير، نتمنى أنه يعزز في البطولة. وجود النادي المصري اللي راح يحتفل بعد سنتين بمئويته، نادي تاريخ عريق في الكرة المصرية، نتمنى أنه بعد يتوج في جهوده في أنه يقدم مباراة ويكون طرف في نجاح البطولة بغض النظر عن من يفوز، لكن بالنسبة لنا احنا الاحتفالية احتفالية للبلدين ممثلة في الرياضة إن شاء الله. الأهلي شارك في المرتين الماضيتين وكان من حسن الحظ بالنسبة لجمهور النادي الأهلي تحديدا في الإمارات تواجد النادي الأهلي، نعلم شعبية الأهلي الجارفة في كل أرجاء الوطن العربي، لكن مجلس أبو ظبي الرياضي بما أنه دائما مطلع وحريص على متابعة كل الأحداث الرياضية في الوطن العربي، مشاركة الأهلي في هذه المناسبات في الإمارات كيف تراها سعادتك في هذه الأيام وهذه اللحظات؟ والله شوف أنا ما أخفيك سر، يمكن واحد من أسباب النجاح أن جمهور الأهلي في الإمارات وحتى في المنطقة، ونفس الشيء كان جمهور الزمالك من خلال وجودهم، يعني نحن كان واضح بالنسبة لنا حتى كيف الإقبال على التذاكر وكل التجهيزات هاي اللي صارت، وفي نفس الوقت قاعدين نشوف مدى انتظار الجميع للمباراة وتاريخها وفي أي ملعب تقام، وصار في منافسة ما بين الأندية عندنا في إمارة أبوظبي أنها تكون موجودة في استاد محمد بن زايد او موجوده في استاد هزاع، علشان كذي لو تشوفها قاعد تنتقل ما بين افضل استادين موجودين عندنا. كان في انتظار كبير حق النادي الاهلي يتوج ببطوله افريقيا ويشارك معنا في كاس العالم الاخيره، كان في احباط بالنسبه للمتابعين كثير كانوا يأملون انه خلاص يعني بعد السيمي فاينل مع الترجي كانت الامور في صالح الاهلي، ولكن قدر الله ما شاء. نتمنى السنه الجايه ان النادي الاهلي انزين او اي نادي مصري بعد يكون موجود ويانا ممثل للكره الافريقيه، لان احنا نعرف قيمه المشجع المصري بالنسبه لنا في الامارات، نعرف قيمه اهميه الكره المصريه على مستوى المنطقه، وبالتالي نتمنى كل التوفيق للجميع. النادي الاهلي نادي غني عن التعريف، في لاعبين مميزين، عنده اداره فنيه على مستوى عالي، الاخ حسام البدري، عنده يعني في استاد هزاع كانت بطولته الاولى في السوبر في خارج الدوله، فبالتالي هو يرجع لاستاد هزاع يمكن ان شاء الله فال خير عليه، لكن ما نسيت راح حسام لعب في نادي العين، ففيها علاقه عوامل مشتركه كثيره، عوامل حلوه يعني للجميع. وفي النهايه يعني نحن كل اللي نتمناه ان اللي راح يجون ويحضرون المباراه يتمتعون في اجواء عالميه، في اجواء رياضيه حلوه، ويبقى الدور الباقي للفريقين. نحن شفنا اول مباراه اذكر انا كان حتى مستوى اللعب كان مستوى مختلف عن المستويات اللي موجوده، لان اللاعبين حسوا باهميه تواجد ال 25,000 من الجمهور اللي موجودين. نتمنى نفس الشيء يكون موجود، ومتاكدين ان من اليوم راح يكون في ضغط كبير على التذاكر للمباراه. نتمنى ان الفعاليات اللي راح تكون مصاحبه
للجميع تكون مميزة، ونشوف النهاية ونحتفل جميعا إن شاء الله ببطولة مميزة إن شاء الله. توفيق رب المنتخب الإماراتي في بطولة خليج بإذن الله. إن شاء الله نتمنى هالشيء، نتمنى يعني نحن أكيد على هالأيام هذه بطولة الخليج، فنتمنى أن منتخبنا يتوج فيها إن شاء الله، ودعواتكم معنا. توفيق بإذن الله. سعادة عارف حمد بشكرك شكرا جزيلا، وبالتوفيق لمجلس أبو ظبي وكل دولة الإمارات العربية. شكرا جزيلا لكم. زميلتي فيروز عودة ليك أرضا، يعني أيضا في لقاء بالتأكيد مهتمين جدا نتابع الرأي الإعلامي والرأي الصحفي في انتظار طبعا يعني الجهاز الفني للنادي الأهلي والرؤية الفنية، خاصة أن قالوا كل آرائهم الفنية في المؤتمر الصحفي، خاصة أن بعد لحظات قليلة ستبدأ تدريبات فريق النادي الأهلي استعدادا لمباراة دجلة. لكن معي في هذه اللحظات الأستاذ أبو المعاطي زكي الناقد الصحفي. برحب بك أستاذ أبو المعاطي، و كيف يرى الإعلام الرياضي والصحافة الرياضية في مصر مباراة السوبر للعام الثالث على التوالي في الإمارات؟ أهلا بك يا أستاذ محمد ومشاهدي قناة النادي الأهلي. هذه المباراة طبعا مباراة مهمة جدا، لأن الأهلي دائما طرف في هذه المباراة بحكم أنه بطل دوري أو ما إلى ذلك، فهو الكبير، والأهلي النهاردة كبير العائلة الكروية في مصر، كان نستخدم مصطلح الكابتن محمود الخطيب، في وجود رئاسة حد رياضي بيتعامل بمفاهيم رياضية وبثقافة رياضية، وده ظهر في المؤتمر الصحفي. وارد في التعامل في المباريات الرياضيه ان يبقى في حد انت يعني في حاجه او محتاجه، لكن انت النهارده الثقافه الرياضيه يجب ان تطغى، يجب ان يطغى المفهوم الرياضي. وجود الكابتن الخطيب النهارده في المؤتمر زاد من قيمه السوبر، لان رئيس النادي الاهلي ورئيس النادي المصري لاول مره بيلتقي في حدث رياضي مهم منذ سنوات طويله. هناك مسؤوليه كبيره جدا 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 على المسؤولين وعلى الاجهزه الفنيه وعلى الجماهير. أهمية النهاردة المؤتمر الصحفي إن الناس فكت، إن الناس اتكلمت، مش عارف حضرتك شفت ولا ما شفتش حوار لمدة ربع ساعة بين الكابتن حسام البدري والكابتن سيد عبد الحفيظ وبين التوأم حسن، بحيث في أخوة وفي محبة وفي ود، بحيث يبقى الدنيا فك قبل المؤتمر. في مسؤولية كبيرة على 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 الجماهير وعلى المسؤولين في الأجهزة الفنية من أجل إعادة الجمهور. هذه المباراة قد تكون فاتحة الخير على إعادة الجماهير إلى الملاعب المصرية بإذن الله، بما للناديين من قيمة كبيرة، وبما لمسؤولي الناديين من قيمة كبيرة، وبما لوجود الكابتن محمود الخطيب من ثقافة وسياسة هادئة وناعمة ومفاهيم وثقافة رياضية بإذن الله. أشكرك بتمنى التوفيق يا رب للفريقين، ونشوف مباراة تليق باسم الكرة المصرية تحديدا في الإمارات اللي هيمتلئ بها المدرجات الجماهير. شكرا حاجة أستاذ محمد، ألف شكر. شكرا جزيلا. إذا ده كان لقاءنا مع الأستاذ أبو المعاطي زكي الناقد الصحفي، وتابعنا وقائع المؤتمر الصحفي وحديث الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الأهلي، وكيف أن هذه المباراة بالطبع تأتي بعد بداية فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير، وننتظر التحضير خلال الفترة القادمة بالنسبة لهذه المباراة، لا سيما وأن الأهلي سيواجه أربع مباريات محلية قبل السفر للإمارات بإذن الله استعدادا لهذا اللقاء يوم 12 من شهر يناير القادم. كنا معكم هنا فيروز وكل جماهير النادي الأهلي في أرجاء الوطن العربي الكبير، نتابع لحظة بلحظة وتفاصيل دقيقة عن مباراة السوبر والذي يقام للعام الثالث على التوالي في الإمارات، ولكن هذه المرة في مدينة العين، ملعب هزاع بن زايد. وهذا الملعب وش الخير والفأل لكل الأهلوية، الفوز على روما، الفوز على الزمالك، وإن شاء الله للمرة الثالثة الأهلي يفوز في هذا الملعب بالسوبر المصري، وتكون بإذن الله العاشرة يا أهلي. إليك الكلمة فيروز بالتأكيد، ونتمنى التوفيق رب للفريق ولمجلس الإدارة وجماهير النادي الأهلي في المرحلة القادمة واعتلاء صدارة الدوري وكل البطولات القادمة بالنسبة للقلعة الحمراء.